اليوم شيخ ياسين راك معنا. انا نقول لك ياسين باسكو فيلفت ولا سي زايدك حاضر معنا. استقبلناك شحال من مره كحاكم دولي، نعرفوا الباركور تاعك كرياضي. سؤال صغير برك، هل كي كنت رياضي كانوا عندك نفس لي موايا كيما راك تشوف في برنامج دي زيد فايت؟ لا، احنا كي انا دوزت جوج مرحلات تاع اونطوك اتليت، حضرت مع لي زونسيان ومع جدد. 2001 حبست لا كومبيتيسيون، احنا كنا في مع فريق المولود الجزائر، كنا عندنا الامكانيات بارابور لي زوتر كلوب. الحمد لله مسيرتي برنامج برنامج زاد فايت اللي حكم المسيرين تاع البرنامج، راك تشوف بلي عطاو الرياضي كامل، عطاو لهم قيمه، عطاو لهم قيمه كامل لي موان باش يكونوا حاضرين في النهائي. بالفعل عطاو لهم قيمه، وتبعت انا التربصات اللي كانوا يديروهم في هنايا. كانوا متابعين لي كوتش ملاح، كان عندهم برنامج تبعوا البرنامج تاعهم. على هذيك اللي كيوصلوا النهائي كان عندهم مستوى مليح، وكما كانش هذاك البرنامج مع سنه بدون تدريبات وبدون منافسه كان ما يكونش المستوى احسن من هذا. ولي ماين دو ريكيبيراسيون كانوا شفت تبعت كل الكبيره وصغيره. نشكر مسؤولين دي زد فايد على راسهم امين وياسين. تفضل مساء باي معنا امل بوقلعة اللي رفقت برنامج دي زد فايت، وهي معالجه فيزيائيه وطبيعيه كما ذكرنا مشاهدينا الكرام. أمل سؤال واحد فقط، أنا على بالي بحكم المهنة تاعك، ماشي التربص الأول اللي تعيشه بما أنه المركز الطبي الرياضي يجوز عليه كامل المنتخبات الوطنية في شتى التخصصات الرياضية ماشي فقط رياضة القتالية، لكن السؤال الجوهر وشنو هو الفرق اللي لقيتيه، حاجة ربما اللي لقيتيها في تربص دي زاد فايت وما شفتيهاش في تربصات أخرى؟ Alors, en ce qui concerne le stage de Z Fight, le concept c'était ma première expérience dans le sport de combat. Je travaille toujours dans le football, quand j'ai une expérience dans le football. Donc, quand j'ai travaillé avec Z Fight, c'était une expérience pour moi déjà. Et il faut savoir qu'en termes de thérapie ou de médecine, de sport, je n'étais pas seule. J'avais une équipe de médecins et une clinique, et j'étais déjà en contact avec une entreprise qui Chedda, les équipes, l'équipe nationale de France, c'est MMA. Donc, il y a des Algériens qui nous aident à distance, on établit un protocole, ou qui nous a déjà ce scénario qui est un scénario. Alors, je vous explique, c'était les blessures. Et j'imagine même. كنت تشوفي لي كومبا وتقولي منها من ايه، من بعدها فورس مع الوقت ولا يبان لك سبور هذا بون سي ان سبور دو تكنيك بارابول لي زاتليت كيفاش يتلاكموا ما بيناتهم. كانت صارت واحد الحادثه ديباطمون تاع لي بول تاع ياسر بودهان انه حنا لي بول نعاودوا نرجعوه باش برك المشاهدين ولا لي زاتليت ولا يعرفوا وقتاش نسقموا لي بول نرجعوه وقتاش نيفيتيو كاع البلاصه نيفيتيو هذيك لا تكنيك باش نعجروا نرجعوا لي بول بلاستو. الوغ لا ديسيزيون في هذيك لا سين هذيك اللي شافوها كامل المشاهدين تاع الاتليت كي ديباتت له لي بول ديالو بلو تيرم هذايا، سيتي با لا ديسيزيون تاعي باش ما نرجعولوش لي بول، سيتي لا ديسيزيون تاع لو ميدسان اللي كان معايا. ايفيكتيفمون كاين دي بواتمون سيتير كاين دي لوكساسيون دي بول اللي نقدروا نعاودوا نرجعوهم سوغ لو بوان، وكاين دوطخ لوكساسيون اللي ما نقدروش نرجعوهم، وهذا واش كان لو كا تاع هذاك الاتليت اللي سيتي با بوسيبل دو. سيتي كونتر لو بول نيمبورت واحد يقدر تكون ان كومبا واحد يطيح لي بول يرجعوا له سير بلاس، ولا لازم اهل اختصاص اللي يقوموا بالدور هذا؟ الوغ باش نكونوا بكل شفافيه، في الجزائر عندنا بزاف لي زاتليت يعني لا بريزون شارج ميديكال في لي فيديراسيون ما راهيش فريمون ما عطيناهاش قيمه، وكاين ناس ماهمش من الدومين اللي يحطوهم في هاد لي بوست هذوما وين ايزون ان بو فولغاريزي يعني لو طرافاي هدايا. كاين ميدك تصح لك يعني كي شغل راك تقمر دير اون ريدو فان تعاود تسقم هذيك ولا تروح فوزالي فوز افونتوري في هذيك ترجع له لي بول خطره تصلح 2 3 4. كاين دي سيتواسيون وين فوزالي ميتر فان على كارير تاع الاتليت، ان سامبل جيست يقدر يحبس له كامل لا كارير ديالو. دونك لازم هاد لي جيست يكونوا يعني يديروهم دي بيرسون من الاختصاص.